أنا أضرب لكم مثال. محمد بن صالح بن عثيمين كان ولد صغير، وكان في الحارة يقال عندنا، في الحي، في الحارة الأولاد يلعبوا الكرة، كل الأولاد تقريبا يلعبوا الكرة، ويمر من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يمر وهو ماشي من بيته إلى المسجد، يمر بما بالأولاد يلعبوا في الشارع في الملعب، فالأولاد ينادوا محمد: يا محمد تعال العب معنا. والشيخ يقول محمد واضع الكتاب هنا على صدره، يقول إن شاء الله إن شاء الله ما يجي. ما كان يلعب الشيخ بن عثيمين. أنت تظن أن الشيخ بن عثيمين وصل إلى ما وصل إليه باللعب؟ لا، بالجد والاجتهاد. كان يقول إن شاء الله إن شاء الله. حدثني أحد الشياب اللي كانوا مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحارة اللي يلعبوا كذا، يقول كان الشيخ محمد رحمه الله كان من البيت إلى المسجد، أحيانا المزرعة، يساعد والده في المزرعة. يقول إحنا كان والدي رحمه الله يقول كان يأخذنا عندنا، يقول إبل أذهب للرعي وكذا، وظنينا أنه كل الخير في هذا، في رعي الإبل وكذا. يقول والله نصل أحيانا من القصيم إلى حدود العراق في الرعي، تعرف يخرجوا وراء الكلاء وكذا. يقول سبحان الله، كبر الشيخ بن عثيمين وكبر، تزوج وتزوجنا وكذا. يقول مات الشيخ، يقول سبحان الله لو تنظر مقارنة، يقول ما بقي لمن كان يلعب كورة ذكر أبد، صحيح ماتوا، وبقي للشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر. وقل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته في الآخر. فأنت لو تنظر إلى زملائك من كان معك، وأن الله أنعم عليك أنك سلكت أي طريق، طريق العلم، طلب العلم يا أخوان مهم جدا، تحصل كل خير بإذن الله تعالى.